الحكاية سهلة جدا وبسيطة جدا. ازاي تعمل سمك حلو بتكاليف قليلة؟ يعني مش لازم تروح تجيب بقى أروس ودنيس ومياس والحاجات الجامدة ديت. ممكن سمك بولتي، البولتي بتاع مصر الجميل الظريف اللطيف، وبعدين ده بيبقى جاي فروزن وهو بيتفرز طبعا، لأن ده كله مزارع. السمك اللي هو مكتوب عليه وايلد هو ده اللي مش بيبقى مزارع، ده اللي بيصطادوه. لكن السمك، كل السمك التاني بيبقى مزارع، معظم اللي في السوق مزارع، حتى لو هي مزارع جوه البحر، يعني معظم اللي في السوق كده هو. فده كله ده سمك حلو جدا. المهم الطريقة اللي انت بتعمل بيها السمك، ومادام بيتحقق مظبوط، اهم حاجة تحققه مظبوط، ولا الحقيقة يبقى زيادة قوي ولا يبقى قليل قوي، لازم يبقى مظبوط. والحاجة دي بتيجي بالخبرة شوية بشوية. انا كاتب المقادير على كل حاجة استعملتها النهاردة، وطبعا الشواية وطريقة الشوي ده مهم جدا، ان انت ما تعملوش تنشفه قوي، المهم السمك يبقى مويست، يعني في الجوس الطعم بتاعه جوسي، يعني يبقى الطعم بتاعه ما يبقاش اللحم ناشف جامد وحش ترميه كده هو. بس سمك ظريف ولطيف ورخيص، وبالهنا والشفا عليكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ده، وسبسكرايب ولايك وتعليق وحاجات الحلوه دي. وبس بشكركم. Thank you.
ترجمة